السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف رقم تليفون سفارة قطر في إريتريا أو رقم السفارة القطرية في إريتريا. رقم التليفون هو 00-29-321-98. يبقى تاني، رقم السفارة قطر في إريتريا أو رقم السفارة القطرية في إريتريا 00-29-321-98. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.